يا المؤمل جينا نسأل يمتى مولاي الفرج أم برضوى أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي رافع عيد وبدع الندب عراج يمتى يمتى تلفي يمتى سيد تروي المهاج ما صبرنا وانكسار يمتى تظهر البشار ما صبرنا وانكسار يمتى تظهر دولة العادل دولة الحق كم يحتاج اداره هذه الدوله من رجال وفي اي مرتبه يجب ان يكونوا الامام المهدي صلوات الله عليه اذا كان المقرر يدير كل الامور بالقضايا الطبيعيه ما يحتاج الى اي مقد وما يحتاج الى اي يد يعني ذراع تدير الامور ولكن هذه الروايات وروايات اخرى تقول ان هنالك ايضا بعدا طبيعيا فلا بد ان يكون هنالك عدد كافي وفي درجة رفيعة راقية من التقوى والايمان والاخلاص درجة رفيعة جدا والإطاعة هل وجد هذا العدد؟ العدد الذي يتمكن أن ينهض بهذه المهمة يؤسفنا أن نقول لا لم يوجد بعض يمكن يتعجبون من هذا الكلام الامام المهدي صلوات الله عليه ينتظر تمام العدد هذا الجواب اللي يشير اليه الشيخ المفيد ولو علم الله تعالى ان في جملتهم العدد المذكور على ما شرطنا لظهر الامام لا محاله ولم يغب بعد اجتماعهم طرفة عين، يعني اذا هذا العدد يكتمل كما يقول الشيخ المفيد الان في نفس اللحظه الامام يظهر. هل يبدو هذا غريبا؟ لعله يبدو هذا المنطق الذي يقوله الشيخ المفيد غريبا. لا مو غريب، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى نظيره في نهج البلاغة، لاحظوا الخطبة الشقشقية. الإمام صلوات الله عليه بعد أن يقول فما راعني إلا والناس عندما هجموا على الإمام صلوات الله عليه للبيعة، الإمام يبدأ بهذا المقطع ثم يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم أو كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها شنو الفرق بين الأول والآخر هذا هو الفرق كما يقول الامام في الخطبه الشقشقيه حضور الحاضر شراح نهج البلاغه يقولون يعني حضور هؤلاء الذين هجموا باتجاه الامام ما كانوا في اليوم الاول ولذلك في اليوم الاول الامام القى حبلها على غاربها يعني حبل الخلافه القاها على غاربها يعني على عاتقها وترك الامر ولكن الان حضور الحاضر لولا حضور الحاضر، انا ليش اقول هذا الكلام؟ لانه بعض يمكن يتاملون في جواب الشيخ المفيد. لا لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر، الناصر وجد فالامام قبل الخلافه الظاهريه بعد ان كانت له الخلافه الواقعيه من الاول لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكاس اولها كنت اتعامل مع الاواخر كما تعاملت مع الاوائل هذا العدد لم يكتمل واي مؤمنين اكو ولكن ما هو العدد وما هي الصفات صفات جدا رفيعه ينبغي ان تكون في هذا العدد هذا ما متوفر ولذلك في شرح التجريد على ما اتذكر يقول وعدمه منا احنا وراء ظاهره الغيب وجوده لطف وتصرفه لطف اخر وعدمه منا هؤلاء الجماعه لم يصلوا الى ذلك المستوى وتلك الدرجه أنا أذكر لكم بعض الروايات تبين صفات هؤلاء هذا العدد نذكر العدد بعدين إن شاء الله كيف يجب أن يكونوا يقول الراوي دخل على الإمام أبي عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه فقال له جعلت فداك إني والله والله أحبك وأحب من يحبك يا سيدي ما أكثر شيعتكم عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه انتشار التشيع بعد ذلك الضغط الشديد فقال له أذكرهم كم واحد فقال كثير واي. فقال تحصيهم كم واحد تقدر تعدهم قال لا هم أكثر من ذلك يعني فوق الاحصاء، فقال ابو عبد الله عليه السلام: اما لو كملت العدة الموصوفه ثلاثمائة وبضعة عشر طبعا هذا العدد الاول اكو اعداد اخر نذكرها ان شاء الله، كان الذي تريدون ثلاثمية وبضعة عشر في بعض الروايات الأخر ثلاثمية وثلاثة عشر يقول بعدين يذكر صفات هؤلاء عن أبي عبد الله عليه السلام في صفات أصحاب الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أي شك ما عنده هاي هواي قضية مهمة قضية اليقين قلوبهم كزبر الحديد يعني قطع الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، اشد من الحجر، يتمسحون بسرج الامام عليه السلام، يطلبون بذلك البركه. عقيدتهم ولايتهم قويه، ويحفون به، يحيطون به، يقونه بانفسهم في الحروب. ويكفونه ما يريد فيهم لاحظوا صفاتهم كما يقول الامام الصادق صلوات الله عليه رجال لا ينامون الليل ما يقدر ينام المؤمن ما يتمكن ينام ليش لانه محب المحب ما يتمكن ينام احنا اللي ننام من اول الليل للصباح لانه هذا الحب مو موجود في قلوبنا كما ينبغي، ولكن المحب لا يتمكن ان ينام اللي يدرك عظمه الله سبحانه وتعالى ما يتمكن ينام اللي يدرك عظمه الاخره ما يتمكن ينام إلا مضطر ذاك العالم قال لابنه نقلنا لكم قضيته قال هكذا ينبغي أن تنام أخذ الدفتر والقلم خلاه على جانب وأطرق برأسه قليلا كم دقيقة نام ثم قام متفردا كي نهتدي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه حول صفات أصحاب الإمام المهدي لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل الآن شنو هذا الدوي يعني بكاؤه يعني لحنه إحنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة بسرعة ولكن المحب له صلاة من نوع اخر يبيتون قياما على اطرافهم شنو معنى الاطراف؟ يعني الارجل او اطراف الارجل ويصبحون على خيولهم بالليل ما وفي الصباح يجاهد مكدودا في ذات الله في خطبه الصديق الكبرى حول امير المؤمنين مكدود يعني منهك لون كلمة مكدود يا أيها الإنسان إنك كادح رهبان بالليل ليوث بالنهار قمة العبادة كأنه راهب وأسد في النهار هم أطوع له من الأمة لسيدها التسليم المطلق هذه صفة مهمة حتى مالك الأشتار على عظمته وجلاله مالك وما أدراك ما مالك ما وصل إلى هذه الدرجة تسليم المطلق تسليم مطلق كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل قلوبهم مضيئة مشرق وهم من خشيه الله مشفقون اشفاق خوف يدعون بالشهاده يطلبون من الله ان يستشهدوا بين يدي الامام المهدي صلوات الله عليه ويتمنون ان يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين ولاؤهم للإمام المهدي يتمسحون بسرج الإمام وولاؤهم للإمام الحسين صلوات الله عليه بهم بهم الباء باء السببية ينصر الله إمام الحق يعني الإمام المهدي هالشكل إحنا نطمع هل فينا هذه الصفات الظهور متوقف على شنو؟ 313 من أهل الإخلاص خلوص يعني ما شائبة أي شائبه ما في ولكن المرحلة الثانية وهي مرحلة القيام تتوقف على عشرة آلاف رجل لا بد أن يوجد هؤلاء من هؤلاء 313 خمسين وحدة امرأة بلغت ذلك المقام فمتى الظهور المرتجى ارواحنا لك يمت مولاي الفرج أم برضوى أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي رافع عيد عن ندبة عراج يمت يمت تلفي يمت سيدة تروي المهاج ما الصبر نا وانكسار يمتى تظهر البشار ما الصبر نا وانكسار يمتى تظهر